وللحديث عن استمرار التظاهرات في ذي قار واستخدام القوات الأمنية العنف ضدها، معنا من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أهلا بك معنا سيد كاظم. أهلا وسهلا بك أستاذ وبقناتكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد كاظم. يعني إصابات بين المتظاهرين في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، ماذا يعني لكم كمتظاهرين استمرار القمع الحكومي ضد تظاهرات تحمل طابعا رسميا أو سلميا؟ عفوا، احتاجت أحزاب السلطة الفاسدة والقوات القمعية والميليشيات المتعاونة معها على قمع المتظاهرين بعد أن تأكدت هذه المجاميع بأن المتظاهرين هم سلميون ولم يخرجوا عن سلميتهم، لذلك اطمأنت هذه الأحزاب والميليشيات والسلطات، فكل ما قامت يعني بقمع المتظاهرين والتعدي عليهم واختطاف بعضهم واعتقالهم لم تقابل هذه الأفعال الشنيعة من قبل القوات الأمنية التي يفترض بها أن توفر الأمن للمتظاهرين ولكل المواطنين. فبدل ذلك تستخدم الاساليب القمعيه والتخويف بهدف انهاء التظاهرات وانهاء ثوره تشرين، ونحن نقول لهم بان تشرين مستمره ولن تتوقف وان المتظاهرين سيستمرون حتى اسقاط عروش النظام الفاسد. هناك ملاحظه، نعم نحن نطالب بخدمات، نحن نطالب بتعديل واقع امني وتوفير حياه كريمه للمواطن، لكن هذه مطالب فرعيه، مطلبنا الاساسي التي انطلقنا من اجله في تظاهرات تشرين هو اسقاط النظام الفاسد برمته. نحن لا نريد من هذه السلطه التي يئسنا منها على مدى 18 عاما، لا نريد منها اليوم ان تقدم لنا شيء، نريد فقط محاسبه القتلى والمجرمين واسقاط النظام الفاسد وانهاء حكم المحافظه الحزبيه والطائفيه واقامه دولة مؤسسات تحمي حقوق المواطنين ولا تميز بين مواطن وآخر. كل العراقيين هم عراقيون، لا يوجد عراقي من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية. نحن نقول سنقف بوجه هذه الأحزاب الفاسدة مهما فعلت ومهما استخدمت معنا أساليب القمع والترويع والتخويف، والله هذا لن يزيدنا إلا عزما وصمودا بالوقوف بوجه هذه الأحزاب الفاسدة، ولن نتردد في أي يوم يتقلب فيه الامر ان نتواجد في الساحات ونقود مطالبنا، بل على العكس من هذا نحن واضحون على هذا الطريق ولن نتردد حتى تتم احاله هذه العصابات المجرمه وعلى راسهم قتله المتظاهرين. هذا المطلب اساسي ولن ننساه، على راسهم قتله المتظاهرين وتتم احالتهم الى المحكمه، ومن يقف وراءهم من هذه الاحزاب في تلك الحال قد نقول ان الامور قد بدات تسير بالاتجاه الصحيح، ويمكننا ان نقول ان هناك دوله وحكومه ودوله مؤسسات وهناك نظام سياسي يحمي المواطن وحريص على حياه وحقوق المواطنين. طيب سيد كاظم، يعني امام هذا التعنت و يعني تعامل الاجهزه الامنيه والحكومه مع هذه التظاهرات بالعنف، هل لديكم سبل اخرى غير التظاهر؟ سيد الكريم، نحن متظاهرون سلميون لأننا ما خرجنا لإثارة البلبلة، ونحن نعرف أن هذه القوات الأمنية وهذه الميليشيات والعصابات حينما تستخدم الأساليب القمعية والرصاص الحي والدخانيات والخطف والاعتقال بحقنا، هم يتصورون بأنهم سيدفعوننا للتصعيد غير السلمي حتى يتمكنوا، حتى تكون لهم ذريعة وحجة لقمعنا ولإلقاء التهم باحتضارنا مدعومين من السفارات وإن لدينا أجهزة سياسية وما شابه ذلك. نحن سنواجههم بسلميتنا، ولكن هناك في الأيام القادمة هناك تصعيد، هناك تصعيد وهناك توتر، ربما يتم غلق الطرق، ربما يتم غلق بعض المؤسسات الحكومية وخصوصا مبنى المحافظة إن لم تستجب الحكومة لمطالبنا الأساسية. نحن نقول مستمرون في هذه الثورة، والله لن نتوقف، فإنها ثورة فكر وإنها ثورة حرية، وحتى وصلت هناك رسائل إلينا من بعض الدول العربية ودول العالم يقولون بأن ثورة العراق العديد من الشعوب بدأ يقتدي بها، وكل من يبحث عن الحرية عليه أن يطلع على ثورة تشرين الشبابية في العراق
فإنها ثورة حق وثورة مبادئ وثورة من أجل توفير الحقوق والكرامة للإنسان. طيب لماذا برأيك لماذا كل هذا التعنت من قبل الحكومة العراقية بعدم تلبية مطالب المتظاهرين بمختلف أطيافهم، لا سيما شريحة الخريجين بإطلاق الدرجات الوظيفية؟ لماذا لا يتم تلبية هذه المطالب؟ سيد الكريم، هم الكل فاسدين ومجندين من قبل بعض الدول، وهناك من تديرهم مخابرات وجهات خارجية. الجميع قد وقعوا على ورقة بيضاء قبل دخولهم إلى العراق بأنهم سيدمرون الدولة العراقية وسينهون مؤسساتها وسيسرقون ويدمرون كل شيء في العراق. هم لم يأتوا للعراق لبناء دولة، ولم يأتوا لأن العراق كان يعيش في فترة نظام دكتاتوري وما شابه، بل إنهم جاءوا لتدمير هذا البلد. أنت ترى يعني مثلا المطالب اليوم ناحية بنزيد يطالبون بمستشفى يصل إلى 50 سرير، في حين يقول لهم المحافظ نحن نستطيع أن نوفر لكم مستشفى بسعة 21 سرير. يا ظهر التسويف، يعني مدينة ناحية كبيرة تابعة إلى قضاء سوق الشيوخ. نعم، يطالبون بمستشفى بسعة 50 سرير، فلماذا تجبرون المواطن بالتظاهر والوقوف أمام بوابة المحافظة؟ وسمعتم اليوم بأن هناك العديد من الإصابات، يعني حسب علمي هي 11 إصابة، وهناك تدافع بين القوات الأمنية، وهناك حالة من الفوضى والفزع بين صفوف المتظاهرين بسبب إطلاق الرصاص الحي. كان يمكن للمحافظ أن يستجيب إلى أبناء ناحية بن سعيد ويوفر لهم هذا المستشفى بدل التصعيد والتظاهر وهذه الإصابات. وطبعا دماء الشباب هي دماء غالية علينا. هم لا ينظرون إلى المواطن بهذا الشكل. نعم، إصابات وقتيل وخمير وخفوف وما شابه، وبالتالي حتى المستشفى ال 21 سرير الذي تعهد به المحافظ سوف لن ينجز. نحن نعلم هذا الشيء، هي مجرد وعود كاذبة، وأبناء ناحية درمة بن سعيد يعلمون بأن لا مستشفى في هذا السياق. لذلك تظاهروا وضغطوا هذا اليوم أمام ديوان المحافظة، وقد تعرضوا هم وأخوانهم المتظاهرين من أبناء تشرين للإصابات والقمح والدخانيات، وكان الوضع هذا اليوم غير مستقر يعني بشكل عام. في هذا السياق السيد كاظم، يعني ومع هذه كل هذه الأعداد من الإصابات ومع الخشونة في التعاطي من قبل القوات الأمنية مع تظاهراتكم، كيف تبدو يعني معنويات الناشطين؟ وهل هناك برأيك أمل في تصحيح الوضع وفي يعني تلبية مطالباتكم؟ أما من ناحية تصحيح الوضع والأمل في توفير الخدمات وتوفير أو الاستجابة إلى مطالب الشعب والمتظاهرين بشكل خاص، نحن يعني على يقين بأن هذه الحكومة لن تستجيب ولن توفر الخدمات ولن تستجيب لأبسط حقوق المتظاهرين التي يطالبون بها. نحن تعودنا على الوعود الكاذبة والتسويف وعدم الاستجابة والاستخفاف والاستهانة بمطالب المتظاهرين وبمطالب الشعب بشكل عام. نحن لا نعلم خير من هذه الحكومة، ولن يتحقق أي شيء إلا بإسقاط هذا النظام السياسي الفاسد برمته، وهو الخيار الوحيد، لا خيار غير إسقاط المنظومة السياسية الفاسدة واستبدالها بنظام سياسي وطني يخدم الشعب ويقدم الخدمات ويحرص على أرواح المواطنين. في هذه الحالة نستطيع أن نقول بأن هنالك دولة وأن هنالك حكومة وطنية تمثل الشعب بحق وحقيقة. شكرا جزيلا لك الناشط في التظاهرات كاظم ماجد، كنت معنا من الناصرية، شكرا جزيلا لك.